شريف، اتكلمنا على كابتن حسام البدري اللي كان في الفترات الاخيره وخاصه بعد مباراه مصر وتوجو الاولى هنا في القاهره والفوز 1-0 بنتيجه اعتقد باهته مقارنه طبعا بنتيجه النهارده، والاداء السيء كان تحت ضغوط كبيره جدا جدا. شفت ان الكابتن حسام خرج من هذه الضغوط بشكل ايجابي ازاي في مباراه النهارده؟ هو بصراحه يعني منذ تولي كابتن حسام اصلا المسؤوليه انا باشفق عليه، لان دايما في ضغط اعلامي عليه بشكل مبالغ فيه. معرفش يعني مش معقوله هقعد اهاجم مدير منتخب عشان خاطر الرياكشن بتاعه على الخط، مش معقول يعني. فانا ليا الحكم داخل الملعب، كل واحد بيتحكم بمشاعره. عشان الرياكشن كابتن شريف، هو كان في طبعا بعض المشاكل اللي اثرت في المباراه الاولانيه هنا، وده يمكن يعني كل الناس علقت عليه. وافتكر ان النهارده بعد مباراه النهارده افتكر ان هو يعني وصل له المشاكل دي وتمت معالجتها، بدليل ان انت النهارده طلعت بمكسب، ومكسب يليق باسمك، يليق بمنتخب مصر. لا انا معاك، يمكن بس مشكلتنا احنا بس في سيبك من رياكشناته و2020 وصورته، سيبك من كل ده، مش عايز احاسبه بالظبط. احنا بنحاسبه في الملعب. هو منذ توليه المسؤوليه شارك تقريبا في يعني لعب حوالي المباريات اللي فيها كلها لم يدخل في منتخب مصر غير هدفين. خلاص، يبقى هو على المستوى الدفاعي جاي جدا. جاي جدا. ده المستوى الهجومي النهارده، بالنهارده ما هي بس انت عندك ثلاث ماتشات الاولانيين هدفين، والنهارده يمكن بالظبط كل الماتشات يا اما تعادل 1-1 يا 0-0. تمام. فهي الماتشات ومشكله الكابتن حسام برضو في عدم التجانس، يمكن الفتره اللي فاتت دي كان بسبب ان اللعيبه رجعت تاني تشارك في المباريات الافريقيه المحليه، فما كانش عنده فتره كافيه ان هو يقدر يجمع لعيبه ويلعب مباريات وديه، فده ما كان فيه عدم تجانس واضح جدا للفرقه ككل، ولا معسكرات، ما تعملش معسكرات حتى ولا ضمتهم. بالظبط.